وبالتالي القضية اللي النهاردة بنطرحها يعني قدام حضراتكم جميعا، ان حان الوقت لينا كمصر ان يكون لينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، وان احنا كلنا كمواطنين ننظر لهذه القضية انها قضية امن قومي وقضية حياة او موت وبقاء لهذا الوطن. لان كل زيادة كبيرة واللي مش هنقدر احنا كدولة نستطيع بمواردنا الطبيعية نلبي الاحتياجات الاساسية اللي الينا، هيبقى ده شيء عنصر سلبي وضاغط علينا كلنا، ولازم ان احنا ننظر لهذا الموضوع. ما يبقاش لسان حال الاسرة المصرية، انا اسف اقولها، ما يبقاش كل واحد فينا بيقول هي جت عليا انا على الاولاد بتوعي. لا، احنا لازم ان احنا ناخد في اعتبارنا المستقبل الفترة القادمة وكيف نتعامل معها. احنا الحقيقة درسنا في خلال هذا المشروع تجارب الدول الاخرى، وشفنا الدول الاخرى تعاملت مع هذا الموضوع ازاي، وحطت ازاي عدد كبير من هذه الدول البرنامج بتاعها كان مكون من يعني مزيج من الحوافز الايجابية والحوافز السلبية. لكن احنا بقدر الامكان من خلال هذا البرنامج وضعنا النهاردة رؤية واضحة جدا الى ان احنا بنحاول نغلب اولا الوصول لكل المواطنين بكل الخدمات الاساسية اللي هم عايزينها عشان نساعدهم في موضوع تنظيم الاسرة، في اعطاء بعض الحوافز الايجابية للاسرة المصرية عشان تشجعها على الوصول للهدف اللي احنا نتمنى الوصول اليه، ان يبقى معدل الانجاب بحد اقصى طفلين في الاسرة الواحدة. كل ده اتحط، والنهاردة يمكن هيشرحه زملائي معالي الوزراء لحضراتكم، عشان نوصل لكلنا للهدف ان احنا نكون شايفين مصر فعلا في خلال 10-15 السنة القادمة بتحقق اعلى معدلات تنمية، والمواطن المصري يستطيع فعلا ان يشعر بان كل الجهد الهائل اللي بيحصل النهاردة بيصل اليه فعلا بصورة مرجوة، لان هو ده التحدي الرئيسي اللي احنا كلنا شايفينه النهاردة مع بعض، واللي دائما احنا كلنا بنفكر فيه كمجموعة. طب اذا كنا النهاردة مع كل حجم لهذا العمل وكل الجهد وكل الاستثمار اللي الدولة المصرية بتنفذه، وقادرين النهاردة بنتواكب او بنتماشى مع حجم التحدي، طب ايه اللي هيحصل كمان 10-15 سنة؟ ولازم كلنا نتوقف عند هذا السؤال مع استمرار الزيادات بالصورة الكبيرة اللي موجودة. اعتقد انا حابب ان انا اختم كلماتي بانه حان الوقت لينا كلنا كمصريين، وهنا انا مش بتكلم، مش بنفصل ما بين الحكومة والشعب، ان احنا كلنا نتحرك مع بعض على تحقيق هدف ان احنا كيف نرشد ونقلل من الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية على الأقل في 10-15 سنة القادمة، علشان نستطيع فعلا ان احنا نعوض التراكمات ونخفض التراكمات اللي موجودة سابقا، ونحقق زيادة في معدلات جودة الحياة لكل المواطنين بتوعنا ان شاء الله، في إطار الرؤية والدعم الكبير اللي الدولة المصرية النهاردة بتقوم بيه من مشروعات والتوجيهات الكبيرة اللي بتقوم بيها القيادة السياسية عشان نحقق كل مستهدفاتنا لغاية 2030.